السلام عليكم. موضوع الفيديو عن ورد رياح ويند روز وازاي انك ترسمها بالارت ماب. طيب، ورد رياح معناها ايه؟ هي شكل بيبسط فكرة اتجاهات ظاهرة ما. طبعا هي سميت على الرياح عشان هي اكثر استخداما او شيوعا، فكرة الرياح اللي وتكراراتها اللي بتيجي من محطات الارصاد، وهي بتيجي كالتالي: ان عندي مجموعة شواهد اللي هي مجموعة سجلات او مجموعة observations ملاحظات، كل سجل منها او كل ملاحظه بتقول لي ان في الوقت الفلاني الرياح جت من المكان الفلاني او من الزاويه الفلانيه. بالتالي انا بجيب التكرارات بتاع الزاويه ديت، وبقى عندي فيلدين: فيلد للرادياس نص القطر اللي بيمثل نسبه مموله للتكرارات اللي هو دوت، وفيلد تاني اللي هو الزاويه بتاعتي. طيب، فيلد الرادياس اما بدخل فيه رقم مطلق، يعني رقم زي مثلا بدل ما بقول له نسبه مواله لتكرارات الرياح في المكان دوت او في الاتجاه دوت، لا بقول مثلا كل اتجاه وسرعه الرياح فيه قد ايه بالعقده. يبقى انا عندي رقم مطلق هنا، بدل ما اقول 8% ولا 10% بقول الرقم المطلق 5، يعني 5 عقده وهكذا. المتغير التاني لورد الرياح البسيطه، لان في متغير تالت احنا هنا ما نخش في البسيطه بس، هو الزاوية. والزاوية عندنا كجغرافيين احنا عندنا 4 زوايا رئيسية و4 فرعين منهم. الزاوية الرئيسية اللي هما 0 و90 و180 و360 درجة، اللي هي 0 تاني. والزاوية الفرعية اللي هي بتقطع الزوايا ديت في المنتصف. بالتالي عندي 8 اتجاهات. تاني حاجة، تاني حقل أنا محتاج أشتغل عليه، حقل الفاليو اللي هو بيمثل لي وفرضا مثلا رقم مطلق، اي رقم مش لازم يكون تكرارات الرياح بنسبه مويه، اي رقم واي ظاهره ممكن امثلها، زي ظاهره اتجاه الصدوع مثلا او اتجاه المجاري المائيه وهكذا. طيب، يهمني جدا اعرف الصفر دوت متنسب لايه، وال 45 ديت 45 بالنسبه لايه. هل هي الصفر بتاعي في الشرق ولا في الشمال ولا في الجنوب؟ انا عندي نظم قياس زوايا رئيسيه والارك معترف بيها، في 4 نظم في الارك شغال بيها، وهي كالتالي: اول نظام واشهر نظام فيهم اللي هو نظام البولر. نظام البولر بينسب ارقامه دايما للصفر وبيمشي عكس عقارب الساعه. تعال نشوف النظام البولر اللي هو دوت، يعني بيبدا من الصفر اللي هو من الشرق وبينسب ليه، وبيبدا يتحرك عكس عقارب الساعه 90 180 لحد ما ينزل ويرجع تاني للصفر اللي هو 360 درجه. بالتالي انا عايز افهم ارقامي، لو هي بولر عارف ان الصفر ده اللي هو صفر الشرق 45 اللي هو بالنسبة لنا احنا كجغرافيين شمال شرق وهكذا، وببدأ أمشي عكس عقارب الساعة. ده نظام البولر عموما يعني. وفي بعد كده في نظام اللي هو النورث أزيموث، أو اللي هو بينسب زواياه للشمال وبيمشي مع اتجاه عقارب الساعة، يعني إلى اليمين وبينزل تحت وبيكمل تاني 360 درجة. ده النورث أزيموث، وبرده موجود داخل الأرك، ممكن ممكن نشتغل بأي واحد منهم. في اللي هو الساوث أزيموث، وده عكس اللي قبله، بحيث الأولاني كان بينسب أرقامه للشمال صفر الشمال، ده بينسب أرقامه لصفر الجنوب وبيمشي برضه مع عقارب الساعة. في الاتجاه الرابع اللي هو جغرافي قوي، اللي هو اسمه اللي هو اتجاهات التربيعية، اللي هو كوادرانت سيستم. ده بيديني 3 متغيرات وانا بكتبهم له، بكتب مثلا زاوية اتجاه وبعد كده رقم وبعد كده اتجاه. فلو قلت مثلا ان 33 ويست، يعني اول ريفرنس ليا اللي هو الشمال، وبعد كده زاوية 33 ويست يعني باتجاه الغرب. وبالتالي انا بقى محتاج 3 متغيرات كاركتر وبعد كده رقم وبعد كده كاركتر تاني. ده كده الـ4 أنظمة، والـ4 أنظمة موجودين في الارك ماب. طيب، في التشارت بتاع ورد الرياح هو دايما شغال على نظام البولر اللي هو النظام صفره هو صفر الشرق. فعشان لو ارقامك جايه مختلفه عن كده رجعها للنظام دوت. بالتالي اصبح عندنا المتغيرين الرئيسيين عشان اقدر اكون ورد الرياح. بسيف الملف عندي دايما كاكسل الى 2003. بسميها ويندروز مثلا 2. تعال نضيفها داخل ارك ماب.
في الشيت رقم 1، بقول له اوبن، وبعدين عايز اكريت الجراف من الاوبشن هنا، بقول له كريت جراف، بختار الشكل اللي هو البولر، وبعدين بحدد الريدز بتاعي او حقل القيمة اللي هو اسمه هنا عندي انجل فاليو، وبعد كده الزاوية واللي هي الانجل عندي، دول كده متغيرين الاساسيين عندي. كده انا محتاج، كده انا شايف الشكل العام للاتجاه اللي هو في الجزء الشمال الغربي. بعد كده بتبدأ تظبط اللي هي الاوبشنات اللي هي البسيطة زي العنوان، وانك تضيف ليجند او ما تضيفش، وهكذا، ولحد ما تنهي الشكل بتاعك. طبعا مش ده اللي احنا عايزينه، ازاي ان احنا نخليه سوليد، وده يهمنا في ان هو يقرب الشكل للاشكال اللي بتطلع من اكسل، او الاشكال اللي وردت الرياح البسيطة. من ادفانسد بروبرتس على الشكل، بعدين بروح ل بولر، بعد كده باترن، خلينا نشوف الشكل بالتوازي، وبعدين بقول له سوليد، واختار اللون من اي مكان، اي لون مثلا، ومدي له نسبة شفافية، او عشان تظهر لي ارقام الريديوس بتاعي او نص القطر، وبتحكم في كاستمايزيشن في اي لاي متغيرات اخرى. وبعد كده بقول له كلوز، واصدر الوردة ديت على هيئة جيبج او اي امتداد اخر. خلينا نشوف اكسبورت، واختار الامتداد والدقة التفريقية بتاعتي او الجودة، ويبقى سيف عادي جدا. و خلينا نشوف، ده الشكل النهائي للوردة. طبعا المفروض لو انت عايز تطلعها بدقة اعلى بتطلعها، وبتغير عنوان وبتغير الشكل العام. شكرا.